أكدت وزارة الصحة أن حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في البلاد لا زالت تسجل أرقاماً غير مسبوقة، داعية إلى اختصار السفر للضرورة والتزام القادمين إلى البلاد من الخارج بمدة وضوابط الحجر الصحي وتجنب مخالطة الآخرين. كما أكدت الوزارة متابعتها الحثيثة للحالات داخل المستشفيات والبروتوكولات الوقائية والعلاجية المتبعة، مشيرة إلى أن الزيادة السريرية ضمن نطاق قدرة المنظومة الصحية. وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى ضرورة المبادرة لاستكمال التطعيم وأخذ الجرعة التعزيزية والالتزام بمداومة تغطية الأنف والفم والالتزام بالإرشادات الصحية في مواطن التجمعات.